أخبار الائتلاف الوطني السوري بعجالة، أهلا بكم. يستمر خروج المظاهرات في مناطق سورية عدة، حيث طالب المشاركون فيها بإسقاط الأسد وأكدوا خلالها على نصرة أهالي دير الزور والاحتجاجات في الجنوب السوري. وجدد المتظاهرون مطالبهم بالتغيير السياسي ورحيل النظام، ورفع المتظاهرون خلالها لافتات تدعم أهالي السويداء في مظاهراتهم مؤكدين على وحدة الشعب السوري. أوضح أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد المجيد بركات أن اجتماع الهيئة السياسية ركز على قضيتين أساسيتين، وهي قضايا تهم كل السوريين ولاقت تفاعلا كبيرا، أولها الحراك السلمي الكبير في الجنوب السوري إضافة إلى الاجتياح العسكري الذي تنفذه ميليشيات بيوايدي الإرهابية في محافظة دير الزور. ولفت بركات إلى أن الهيئة السياسية استضافت عددا من الباحثين والناشطين من أبناء المنطقة الشرقية للحديث عن أوضاع شرق الفرات من أجل الوقوف على الخطوات التي يتخذها الائتلاف الوطني في هذا الخصوص لمساعدة أبناء المنطقة. أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري أحمد قامة أن ما تشهده المنطقة من المظاهرات في السويداء ودرعا إلى الاحتجاجات في مناطق سيطرة النظام وفي محافظة دير الزور أننا أمام مرحلة جديدة وحاسمة. وقال قامة إن نظام الأسد لم يكن في يوم من الأيام جادا في إيجاد حل سياسي في البلاد، وهذا انعكس سلبا حتى على الحاضنة الشعبية للنظام. وأضاف أن خطاب بشار الأسد الأخير اتسم باللامبالاة والاستهتار والبعد عن الواقع ما أثار حفيظة الناس، وعندها قرروا الانتقال إلى مرحلة جديدة. أدان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة القصف الجوي الروسي الذي استهدف قرية سكنية في ريف منبج بعد أن سيطر عليها مقاتلو العشائر العربية في شمال سوريا، مشيرا إلى أن ما حصل يدل بشكل واضح على تحالف ميليشيات بيوايدي مع قوات الأسد والقوات الروسية. وأبى رحمة وقوفه مع عشائر دير الزور ومنبج المنتفضة في وجه ميليشيا بيوايدي الإرهابية والتي تسعى لتضييق الخناق عن المدنيين في مناطق سيطرتها ونهب مقدرات البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.